الأسباب أنا أعتقد غطيتها بشكل عام. المشكلة وين؟ المشكلة مع تغير الطقس، يعني الموسم الحالي، مع تغير طبقات الهواء، مع تغير نسب الرطوبة وغيرها وسرعة الرياح، والرياح ماكو رياح يعني مداري أو رياح تسموها الطبيعية، تكونت طبقة ما يسمى بالسموك. السموك هو خليط ما بين سموك وفاز، اللي هي يعني دخان ضبابي، اللي هو نتيجة تفاعلات كهروضوئية مع الملوثات مع الهواء. تبقى هاي الطبقة لفترة صعبة التشتت. إن شاء الله أنا أدعوكم إن شاء الله تكون باكر يعني تنقضي عليها بسبب طبعا أيضا التغيرات الطقسية والمناخ إن شاء الله.